مساء الخير، اهلا وسهلا بكم لهذا الموعد المتجدد من بالمكشوف سهرة الرياضة على قناة حنا بعال. اكيد في حصتنا الليلة برشا مواضيع، لكن المواضيع اللي طغت على الساحة في نهاية الاسبوع الفارط اكيد موضوع يهم الرزنامة موسم 2011-2012، كابوس ولات للجامعيات وايضا لوسائل الاعلام. الموسم باش ينتهي في نهاية شهر جوان ويتواصل بعد شهر رمضان، والا فما قرارات اخرى منتظرة. على كل سنتحدث بخصوص هذا الموضوع وفين مصلحة كرة القدم التونسية من هذا الموضوع، موضوع الرزنامة الشائك وشائك جدا. موضوع آخر، بعد منح نقاط الفوز إثر الإثارة لمستقبل جابس والملعب التونسي لحساب النادي الإفريقي، القرار هذا أثار ردة فعل أندية مهددة بالنزول. أكيد الأولمبي الباجي، النادي الرياضي لحمام لنف، أمل حمام سوسة وجمعيات أخرى. لماذا الاحتجاج؟ سنشاهد ونتابع هذا الموضوع. بالنسبة للجلسة العامة الانتخابية للنادي الافريقي يوم السبت، سليم الريحي هو الرئيس الجديد للنادي الافريقي. تابعنا هذه الجلسة العامة، كان جلسة عامة عادية في الأول، لكن أكيد ماهيش عادية من خلال تطوراتها ونهايتها خاصة، وجلسة عامة انتخابية. مرشح وحيد وسليم الريحي هو الرئيس الجديد للنادي الافريقي، وانتظارات جمهور الافريقي من الهيئة المديرة الجديدة. الأولمبي الباجي فريق كبير وعريق، أنجب برشا من لاعبية، مول الأندية الكبرى، يعيش أزمة ربما انطلقت منذ الموسم الفارط لولا إسعاف البقاء بالنسبة للأندية، وهذا اللي خلانا نعيش برشا مشاكل بكل صراحة في هذا الموسم الجاري. إلى متى صعوبات الأولمبي البيجي؟ وشنية الحلول؟ إلى جانب مواضيع أخرى إن شاء الله باش نترقولها خلال هذه السهرة الرياضية. سعداء باستقبال سي ماهر بن عيسى، رئيس المستقبل الرياضي بالمرسى. سي ماهر مرحبا بك. مساء الخير. مساء الخير ومرحبا بمشاهدين قناه حنا بعال. سي نبيل الدبوسي الناطق الرسمي للجامعه التونسيه لكره القدم، سي نبيل مرحبا بك. مرحبا بك. سعداء جدا انك تكون موجود معنا. بارك الله فيك، سعاده لي مشتركه. شكرا ليك، وكي ان شاء الله نلقاو كل الاجوبه عن الاسئله اللي تخامر خاصه احباء كره القدم التونسيه. رضا جدي مساء الخير مجددا ومرحبا بك. حبيب سعداء كذلك، نحن باش نكونوا معك في البرنامج. انا اسعد. وسعداء كذلك انه نقضي حصه طيبه وشيقه مع مشاهدينا ان شاء الله. طارق العليمي مرحبا بك طارق. اهلا وسهلا لبيب، مرحبا بالزملاء ومرحبا بضيوفنا الكرام، واكيد ترحاب خاص بمشاهدينا الكرام ان شاء الله اليوم كالعاده نفيدوهم كرويا وفنيا وقانونيا ان شاء الله. صديقك وزميلك نادر داود كالعاده. الى جانب. مرحبا نادر. لا نحيي عليها طيب. تحيه لكم لكل خاين في البلاتو، تحيه لكل الساده المشاهدين اللي اختاروا لي يتبعوا بالمكشوف، ان شاء الله تكون سهله ممتعه ليله. شاكر الكنزاري مرحبا بك. شاكر مرحبا بك لبيب، ومرحبا بكل السادة المشاهدين وبالحاضرين معنا الليلة في بلاتو بالمكشوف. أكيد لبيب نعطيك سؤال الحصة ونعطي للسادة المشاهدين سؤال الحصة متاع الليلة يتعلق باللي صاير في المدة الأخرى بالطبيعة في الشأن الرياضي. نص السؤال يقول: هل تعتقد أنه توقيف نشاط بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم يوم 30 جوان الجاري على أن يستأنف بعد شهر رمضان معظم قرار صائب؟ إذا تقول نعم بالطبيعة بعد ثلاث سمس على رقم 788-87 بيكا واحد، وإذا كانت تقول لا أبعث SMS بيكا اثنين على نفس الرقم. بقية عناوين الاتصال كما تعودتوا بها: الهاتف 70-944-944، الفاكس 71-759-477، الإيميل sport@tv.com.tn، والSMS 788-87. بالطبيعة كل السادة المشاهدين نجموا يتفاعلوا معنا في عديد المواضيع اللي كنت ذكرتها، خاصة يعني إيقاف قرار إيقاف البطولة والهيئة الجديدة بتاع النادي الإفريقي والانتخابات، وأيضا الأندية اللي قاعدة تهدد مؤخرا بالاستقالة. ونأكد لك لبيب أنه برشا معناتها التفاعلات وصلت إلى حد الآن، لكن خليك تبدأ الحوار نتاعك كالعادة ومن بعد ترجع لي لبيب. أكيد الأندية تهدد بالانسحاب لأنه الاستقالة ما تنجمش تكون موجودة في بطولة كرة القدم. نادر الدخل. الدخل الأبيب نتاعي من اسكتلندا إلى جدجيس، فريق جلاسكو ورانجرز فريق عريق، يقع قرار بإنزاله إلى الدرجة الثانية. قرار كبير ياسر بصراحة، يعني فريق عريق كيف هذا؟ علاش؟ لسبب لأنه عنده متخلدات مالية، ضرائب وعدم خلاص بعض الديون. تطبيق القانون بكل ورزناها نتاع الموسم القادم خرجت في اسكتلندا وما فيهاش جلاسكو رانجرز. نقول انا هذايا درس لكل الجامعات والهياكل الرياضيه في كامل انحاء العالم. في عمل احتجاجيه امام مقر الجامعه اسكتلندا. ما عندناش لا احتجاجيه، ثم كان القانون والصدامه في تطبيق القوانين. سبحان الله. واذا كان تبقوها احنا هكاك نشدوا ثنيا الناس الكل. هذايا درس للجامعات الرياضيه والهياكل الرياضيه في العالم الكل.
أنه ما ثم حتى إنسان فوق القانون والمساواة والعدالة بين النوادي. هذا إذا كان بالكناس نتاعنا مسلسل مكسيكي مقابلة الدهماني وبو سالم التو مازال ما نضوش فيها، مازالوا ثلاثة جولات، والقانون يقول في الأربع جولات الأخيرة يلزم كل المقابلات تكون تلعبت. مازالوا أربع جولات. يحبوا يخلونا في التأويلات، قضية فلسطين يمكن تحل والمقابلة هذه يمكن ما تتحلش حتى الموسم القادم. في جدجيس لبيب ثم مركز تكوين نتاع جدجيس نتاع الشبان، الأموال موجودة، الوزارة خلت الأموال، مشات الأشغال، على السقي يعمل كيف، جابوا التابي، ثم مواطن يسكن مقابل الاستاد، عامل وقفة احتجاجية وقال لهم الأرض هذه فكوها لي في العهد البائد، والأرض هذه نتاع البلدية، قالت له يا خويا كان عندك حق، امشي اشكي بينا عامل قضية في البلدية، نعطيوك حق. قال لهم لا، توا الأشغال واقفة لمدة شهرين، على خاطر السيد هذا ما جابوش القول وحل. التكنيسيان هز الماتيريال نتاعه وقصد ربي، قال له وقت لقاو حل. مش معقول شخص واحد كان عنده حق، ثم القضايا وثم القانون، اذا كان ما عندوش حق مش معقول يحضم ثمانيه كاتيجوريات من لاعبي جرجيس يتناو في ملعب واحد، او هما عندهم زوز ملاعب في ظرف الشهر راهم كانوا في عود دخل، عملت دخلتين ما يسالش لبيب. رضا جيت لبيب يوم 15 ماي 2014، كل بطولات العالم باش تتوقف للسماح لفرقها الوطنيه باش تحضر كاس العالم 2014 اللي باش يصير ان شاء الله في جوان 2014. من هنا لهك الوقت مازلنا عامين، يعني 24 شهر يعني 104 اسبوع، ومن هنا لهك الوقت منتخبنا الوطني ان شاء الله يكون في كاس العالم 2014، مازال له 6 مباريات باش ينجم يكون في كاس العالم، لكن مازال له كذلك زوز مباريات لتصفيات كاس افريقيا 2013 اللي هي دوم شهر، يعني 4 اسابيع، زوز مع 4 يجيونا 6 اسابيع، مع 6 نتاع كاس العالم يجيو 12 اسبوع. ثم ما ننساوش اللي في رقنا نتمناو انها تهز كاس افريقيا للانديه البطله ولا كاس افريقيا للكاف، كاس الاتحاد اللي هي وماكسيموم الدوم كل فريق 12 مباراه 16 مباراه باش يلقى روحه هز النهائي، يعني 16 اسبوع. لما نضيفوا لها اللي البطوله نتاعنا فيها 15 جوله في اثنين يجيو 30 جوله في السنه، في عامين يعني 60 جوله، مع فتره الراحه ما بين اللي سيزون اللي هي الدوم اوموين 6 اسابيع في كل موسم، نعملوا المجموعه هذيا الكل نلقاو 100 اسبوع، في حين انه من هنا الغادي مازال لنا 104 اسابيع. يعني اللي يقول كون ماهوش ممكن ان نكونوا منظمين وان نسيروا البطولات نتاعنا كما يجب راهي يخطئ. بار كونتر يلزم تكون عندنا نظره استباقيه واستشرافيه، وخاصه انه نبرمجوا على مدى طويل باش نكونوا منظمين. انا سبقنا في الموضوع، انت اعطيت بعض الحلول مفتحات عملناها. طارق اهلا وسهلا، الدخله تاعك عايشك، مرحبا بك مره بيك. هذه الدخلة شكرا لك طارق العلي. ماذا بي والله ماذا بي. لا الدخلة اليوم هي تتم الدخلة نتاع الثلاث اللي فات حكينا بحزن، بألم كبير، كوفر فو في البلاد، أحداث العنف، أحداث الشغب، الظلمات اللي عشناها برغم أنفنان، لكن الحمد لله بعد نهارين أو ثلاثة أيام تونس تبتسم، تونس تفرح، تونس تسهر، تونس تخرج، هذه هي تونس بجميع مكوناتها، بائتلافاتها، بخلفياتها، بانتماءاتها، لكنها تنجم تحيا في الليل والنهار. إذا كان نحبوا تونس لازم نحيوا مع بعضنا ليلا نهارا، كامل أيام الأسبوع، ما ثماش نهار ليا ونهار ليك، راهو الأيامات الكل تونس، وديما نختموا ونقولوا عاش تونس إن شاء الله. سي ماهر عندك دخلة؟ ولا قلت لكم سلفوني دخلة، لكن بالفعل عندي دخلة. هو شوفوا اليوم احنا كان من الموقع الملعب عبد العزيز الشتيوي باش تصير فيه تغييرات كبيرة، ومن السنة الفارطة فما تم اعتماد 1.6 مليار للتجهيز الملعب هذه والملاعب الفرعية، هذا الأكيد هما الملاعب الفرعية. اليوم نشوفوا اللي فما مستثمر أجنبي وحتى لليوم ما صار حتى شيء، هذا موضوع ثاني، لكن نحبوا هذه نداء لسلطة الإشراف اليوم هالمليار و600 هذايا يحطونا في زوز ملاعب فرعية، عندنا المكان. ومش معقول اليوم فريق في حجم مستقبل رياضي بالمرسى بالوضعية الموجودة اليوم عنده كان ملعب وحيد يدربوا فيه الشباب. هذا نداء، وإن شاء الله يكون وزير الرياضة اللي هو يسكن في المرسى يعاوننا فيه إن شاء الله. هذه الدخلة سي نبيل. والله الدخلة متاعي أنا مش نقتبسها من سي رضا ومن زميلي سي هو باش نوصلوا ان شاء الله بحول الله الى منتصف شهر ماي 2014 في ظروف طيبه. وجب ان نطبق التصور الذي ادلت به الجامعه التونسيه لكره القدم في خصوص تنظيم البطوله. علاش؟ لانه اذا كنت تقول لي انت 104 اسابيع وعندنا ربما المقابلات الكل بما في ذلك الكؤوس الافريقيه بالنسبه للانديه 100 اسبوع، فانه ان شاء الله ديما تونس تكون تبتسم ان شاء الله. ولكن الطارق ما ينجمش حتى حد يعرف إذا كان مش تكون بالضبط الطارق ما ينجمش حتى يعرف. لذلك التصور كان استباقي على أساس كون ما نعرفوش العام الجاي شنو باش يصير، العام اللي بعده شنو باش يصير، ربما الأمثل هو التصور اللي احنا طرحناه.
يعطيك الصحة. احنا ديما نتحدث ونقول تونس ان شاء الله تبتسم، وحكينا على احداث يومي الاثنين والثلاثاء. الواقع اللي باش نحكيها هي من افرازات هذه الاحداث المؤسفة للاسف. انور عياد تعرفوه اكيد، لعبنا الدولي في كرة اليد، لاعب تولوز الفرنسي قبل ما يرجع لتونس ويلتحق بتربص المنتخب الوطني التونسي، عد قائمة فيها 100 طفل من فرنسا باش يجيوا يعملوا تربص اعدادي تكويني في الحمامات، يعني على الاقل نجيبوا السياح وفما فائده رياضيه وايضا اقتصاديه للبلاد. لكن بعد الاحداث نتاع نهار اثنين وثلاثه الاولياء خافوا في فرنسا والغاو السفر الى تونس، وبالتالي لا فما لا تربص ولا فما تجمع نتاع هالاطفال هذوما اللي اعمارهم بين 11 و13 سنه. يعني تقريبا خسرنا 100 سائح ولو انهم صغار في العمار لكن كانوا باش يجيبوا لروات. واكيد الاحداث هذه تنجم تاثر كما على الرياضه وتوقفت البطوله ولات عندنا مشكله كبيره بخصوص مواصله الموسم من عدمها والا بخصوص السياحه. وكما ذكرنا تونس تبتسم، نقولوا لانور عياد ان شاء الله بعد هذه الازمه الخاطفه ايامنا كلها تولي اعياد يا انور يا عياد. هذا بالنسبه لدخلتي الليله. واكيد نبدا توا في مواضيعنا والبدايه ستكون بالروزنامة. اكيد ولات كلمنامة حلمه زعما تتحقق ولا لا، نكملوها الى نهايه الموسم، تكمل البطوله ولا ما تكملش. اكيد برشا قرارات برشا حديث من الاحاديث اللي صارت في اجتماع وداديه رؤساء الانديه المحترف. نتابع هذا التقرير ثم نعود. نمشي الفاصل الإشاري ثم نعود.